الإنسان في بنائه وتكوينه الفكري والثقافي والوجداني بيتكون عبر عدة مراحل، آخرها مرحلة التعليم الجامعي. فأنا ما أقدرش أمنع نسبة كبيرة من الشعب المصري من أنه يتلقى التعليم الجامعي، وده بيساهم بشكل كبير في تشكيله وتكوينه. وجهة نظري رايحة في اتجاه الإبقاء على مجانية التعليم، ولكن بصورة متدرجة. احنا الأوضاع التعليمية عندنا كلها سيئة جدا، محتاجة إعادة هيكلة وإعادة تمويل. أنا شايف إن احنا المفروض يتم استغلال جزء كبير من الاستثمارات الإعلانية اللي بتحصل في مصر، الإعلانات اللي بتحصل، العلامات التجارية اللي بيحملها لاعبي الكورة، إعلانات الشركات بميزانيتها الضخمة دي، المفروض تتوجه لبعض الأنشطة التعليمية في مصر. يعني الشركات الكبرى ديت تدعم وتفتتح جامعات وتدعم أقسام وتتبنى مناهج علمية، ويتحط الماركة أو البراند بتاعها على المنتجات دي، ويتم الاستثمار في هذا الاتجاه. زي ما بيتقال في مفاهيم زي العدالة الانتقالية، المفروض يتم تبني نموذج انتقالي لتطوير التعليم المصري، تطويره من أكتر من جانب، من ناحية المنهج، من ناحية المنظومة التعليمية نفسها، ومن ناحية الاستثمار فيه. أنا محتاج أبدأ على أكتر من قطاع، قطاع قائم على تحسين الأوضاع الحالية، قطاع قائم على خلق مساحات وفرص وجامعات جديدة وكليات ومعاهد جديدة، قطاع قائم على توأمة بعض الكليات وبعض الأقسام مع نظائرها في دول تانية، وقطاع كمان أو مستوى كمان قائم على توسيع مستوى البعثات التعليمية المصرية للخارج. كل دوت يمشي بالتوازي مع بعضه. الدولة المصرية ما عندهاش طرف إن هي تتراجع عن دعم التعليم. دعم التعليم هو اللي بيضمن لك على الأقل الشاب المصري، أو بيطلع لك الشاب المصري لو هو نص واعي فأحسن من ربع واعي، لو هو تلتين واعي فأفضل من تلت واعي. والتجربة التاريخية أثبتت كده، أثبتت إن أنت في أكتوبر 73 وفقا لما ورد في مذكرات القادة العسكريين المصريين، أنه لما تم الاستعانة بالجندي المصري المتعلم خريج الجامعة أو الحاصل على الثانوية العامة، مستوى التعليم ومستوى التعامل مع السلاح نفسه تطور وتغير تماما. النقاش كان مثمر برغم ان العسيلي كان منافس وخصم قوي، لانه بس بيفكرني بمحمد علي لما حب يبني الدولة الحديثة وكان متسرع للقضاء على الدولة العثمانية، بس مؤسس تأسيس قوي للتعليم. الموضوع كبير، محتاج حلقات كتير، محتاجين نشوف فعلا ايه اشكالية التعليم، هل الاشكالية المجانية ولا مشكلات تانية. نتطلع لمزيد من المناقشة وتكون مثمرة زي اليوم النهاردة إن شاء الله بإذن الله. الفكرة في تمني وجهة نظر إن لازم التعليم ما يكونش مقتصر على فئة معينة، التعليم المجاني ما يكونش مقتصر على فئة معينة، لأن في يقين تقريبا، أو يعني لازم نكون متأكدين إن طالما في إرادة إن هي تتعامل مع 10% وإن يكون عندنا الأولويات، الموضوع مش بس في الفلوس، مش هو السبب الكافي فيه، لكن لو أنا قررت إن أنا هعلم 10 يبقى أنا قادر إن أنا أعلم بقية الناس كلهم وأعلم مجموعة الطلاب كله بتعليم مجاني، لان مش السبب الوحيد هو الفلوس، ولان تاني واقعيا جدا انا ما اقدرش ان انا اعلم 10% واهمل 90% مجتمعيا وبجميع الاسباب بكل يعني وضوح. ال 90% دول هيكون لهم اثر مجتمعي هيدمر اي حاجه 10% دول بيعملوها. احتارتوا، احتاروا، غضبوا، اقفشوا، فكروا، اخبطوا راسكوا في الحيط لحد ما تلاقوا حل للكارثه دي. لهم في مقاسات التعليم العالي المصري لا يقع لواقفين طوابير عايزين يدخلوا الجامعة، هم أغلبهم عارفين إنهم هيطلعوا منها زي ما دخلوا. لهم يقع على الدولة اللي ما عندهاش سياسة تعليمية، ما عندهاش رؤية للتعليم، ولا حتى شكلها عايزة تعلم حد أصلا. الدولة اللي ماشية ورا مزاج شعبها، تحبوا شهادات؟ خدوا شهادات، بدل ما ترسم للشعب ده طريق يمشي فيه. ما لازمة الدولة إيه طيب؟ شغلة الدولة تقرر إحنا محتاجين نعلم كام واحد إيه عشان نعمل بيهم إيه؟ مش شغلتها تشتغل زي موقف الميكروباص عمالة تملى الكراسي الفاضية، وفي أحيان كتير كمان تملى السلالم بطلبة قاعدين على الأرض الإيه بيتعلموا في الجامعة. بس سخافة بقى، حضارة الأرض بتبصلنا بطرف عينها، وبعد شوية احتمال تبدأ تتمتم بشتايم غير مفهومة. انتهى، سلامات.